مش قصدي. انا لو هزيته كان عامل زيادة عن كده بالعكس عمري ما خدت من نص اللي انا بدي كان عايز يموتني يعني يرتاح ويبقى ما شافش غير حنية مني ما شافش غير الخير وانا لو اسهل من كده بكتير خايف لا يعرف قيمة اللي في ايده لما يروح عموما يلا مش فارقة ومش خسرة عشان اعرف دلوقتي انا الكسبان مش يمكن لو انا كملت عايش ندمان ورجع وقتك ده يبقى ليه هل انت مش قادر ينسى وبرضه مش قادر اعيش مش يمكن لو انا كملت عايش ندمان.